عادل. انا اسمي محمد جابر. انا يعني دخلت على الفيسبوك على صفحه مصرنا، وصراحه يعني لقيت فيها ناس، يعني حسيت ان هم بيحبوا البلد ومخلصين للبلد، وحبيت ان انا كمان اشارك معاهم. والحمد لله يعني زي ما حضرتك شايف الوقفه يعني بسيطه جدا، وما فيش اي يعني ازعاج لاي حد، ويعني مجرد بس ان الناس بتعبر عن رايها وبتحاول ان بشكل هادي وبشكل ما فيهوش اي احتكاك مع اي حد، بحيث نوصل انطباع للناس ان الحمد لله الثوره يعني ما فيهاش الحمد لله يعني بلطجيه زي ما يعني الاعلام بيقولوا كده. هو الثوره برضو بنأكد على سلميتها، ان هي ثوره سلميه، وان احنا برضو بنحاول ان احنا نأكد على المطالب اللي مطالب الثوره اللي كلنا عارفينها ومتفقين عليها، وبنحاول ان احنا يعني نوصل دون بشكل هادي ومتحضر. ويعني زي ما حضرتك شايف يعني الحمد لله يعني في اقبال كويس جدا، وكل واحد كل اللي هو بيعمله بس ان هو بيمسك ورقه فيها اللي هو مقتنع بيه، واقف ما يعني ما فيش اي يعني احتكاك مع اي حد او ازعاج لاي حد يعني. بس يعني والله يا فندم يعني احنا كنا الاول يعني كان في يعني كان الاحتمال ده كان بعيد، بس يعني للاسف يعني بعض المواقف يعني شويه بتخلينا نفقد الثقه يعني. فيعني خلينا برضو ايه نكون منتبهين دايما وعلى يقظه، تمام. وان شاء الله يعني باذن الله نتمنى ان ده ما يحصلش، طبعا نتمنى ان ده ما يحصلش يعني باذن الله. والله يعني انا شايف ان التجمع نفسه في ميدان التحرير ان شاء الله يعني هي زيه زي المليونيات اللي هي كان بيتبعها او بيسبقها تنفيذ شيء على ارض الواقع يعني. فان شاء الله يعني باذن الله برضو تجمعنا برضو في ميدان التحرير زي بدايه الثوره ان شاء الله هيكون باذن الله يعني ليه تاثير باذن الله ايجابي، يعني انا متوقع كده ان شاء الله يعني باذن الله. ربنا يبارك لك، جزاك الله خير.